فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أفخاذ قريش كبني مخزوم وبني أمية وبني وغيرهم من العرب، من أهل مكة، من أهل مكة الذين كلهم من بني إسماعيل، كلهم من بني إسماعيل، لكن عندهم من العصبية بعضهم لبعض والتفاخر، كل يريد الرئاسة في مكة وحول خدمة البيت، ولذلك تقاسموا خدمة البيت، منهم من عنده الرفادة وهي إطعام الحجيج، ومنهم من عنده السقاية وهي تولي سقي الحجاج من زمزم، ومنهم من يتولى الحجابة وهي حجابة الكعبة وسدانة الكعبة. تقاسموا هذا في الجاهلية، تقاسموا هذا في الجاهلية، مما يدل على تنافسهم فيما بينهم، حتى إنهم احتقروا، لم يجعلوا عند بني هاشم إلا السقاية، وكانت للعباس بن عبد المطلب، فكانوا يحسدون هذا الحي ويغمطونه